والمجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين. المساحة البنائية فعلا 35 فدان، احنا النسبة البنائية 15%. انا سادتك منطقة تمركزنا، واقفين انا سادتك مكان نصف تذكاري، وعندنا سادتك 10 مبادي مكونين المشروع. مبنى رقم 1 فدان هو المبنى الاتباعي، مكون من ارضي واثنين دور واثنين دور يا فندم، على مساحة 4441. ده فدان المبنى الاتباعي سادتك الواجهة بتاعته. لو سادتك جنب المسجد، جنب المسجد بالظبط. مبنى الكريتية يا فندم اللي هو مبنى خدمات حمام السباحة اللي هو هنا سادتك، ده أرضي وأول، وفي حمام سباحة نص أولمبي وحمام سباحة أطفال. مبنى رقم 3 يا فندم اللي هو المسجد ساعة 300 مصلي. مبنى رقم 4 يا فندم هنا سادتك المبنى اللي هو مجمع مطاعم. المبنى ده 5 يا فندم بنسبة 100% متشطب، فيه 7 مجمعات مطاعم، 7 محلات مطاعم. المبنى الخدمي هنا يا فندم اللي هو سادتك، أيوه ده سادتك مبنى دور ارض يا فندم، مجموعه بنوك ومجموعه خدمات لاسر الشهداء. عندنا سيادتك هنا يا فندم مبنى رئاسة الجهاز يا رئاسة المجلس، هو عباره عن ارضي ودورين، وفيه يا فندم قاعه مؤتمرات 900 متر. مبنى رقم سيادتك مبنى المعارض ارضي واول، ومبنى الورش، ومبنى سيادتك التاهيلي والمستشفى. المستشفى قد ايه يا شيخ؟ المستشفى 100 سرير يا فندم. 100 سرير يا فندم. شكرا.